استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس أندريا زكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إيهاب الشرشابي ووفدا مرافقا. وخلال الجلسة تم مناقشة مشروع بروتوكول لعمل 300 مشتل في مختلف أنحاء محافظة القاهرة، وذلك من خلال التعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من خلال توفير أفضل أنواع الشتلات والأماكن المميزة، وذلك بهدف توظيف أكبر عدد من الشباب.